فضيحة عملها شيكابالا، كارثة عملها عبد الله جمعة، مصيبة عملها محمود عبد المنعم كهربا، عدم وعي من جونيور أجاييه بتصميمه انه يروح ناحية مدرجات الزمالك عشان يرد على اللي عمله عبد الله جمعة. جونيور أجاييه راح يرد على اللي عمله عبد الله جمعة، فالعملية فكت زي ما انتم شفتوا وشفتوا في الصور، سواء اللي انا انفردت بيها او اللي نشرها كل الاصدقاء، شكل عربجية وشكل همج وشكل مسيء، يسيء للكرة المصرية بكل ما تحمله المعنى من الكلمة من معنى. لكن انت النهاردة على كان تأدب العيال دي وتأدب اللعيبة دي وتأدب الجمهور المتعصب اللي هو فرحان ان سمعة بلده في الطين، على كان هو يحفل ولا يفرح سواء كان اهلي او سواء كان زمالك، لابد ان تعاقب عقاب عسير، لابد ان تعاقب عقاب عسير للي خارجين على النص. وانا ما بتكلمش في الكورة، انا ما بتكلمش في الكورة نهائي، انا بتكلم في اللي شفته، بتكلم في اللي شفته. لابد من تحويل الجميع الى لجنة الانضباط ومعاقبة الجميع وعقوبات قاسية، وده اللي اكده محمد فضل، واتمنى انه يجد طريقه الى التنفيذ. دي كانت تصريحات الكابتن محمد فضل بعد المباراة، وقال شفنا بعينينا ورصدنا الخروج عن النص من بعض اللاعبين هنا وهناك، ولابد من الحساب، وحساب عسير جدا. النهارده كان موجود رئيس لجنة الانضباط، وانا قابلته واتكلمت معاه قبل المباراة، واكيد هيبقى فيه موقف واكيد هيبقى فيه قرارات. عمرو الجنايني لا اعتقد انه سيجامل احد ان كان اهلي او زمالك، راجل اتكلمت معاه امبارح اكتر من ساعة واحنا واقفين مع بعضينا في الفندق قبل ما نتوجه الى الاستاد. الراجل حريص رغم زملكاويته ان يبقى على مسافة واحدة واني ادي دوره على اكمل وجه. الان عمرو الجنايني امام اختبار حقيقي من اجل الاخلاق ومن اجل الروح الرياضية. احنا شهاداتنا اللي ادلنا بيها للتاريخ لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار. هؤلاء اساءوا الى مصر وفضحونا وجرسونا وعرونا، وعيال ما تستاهلش غير ضرب الجزم، لان لو لقيت حد يربيها ما كانوش اساءوا لسمعة البلد بهذا الشكل. والله العظيم زي ما بقول لكم بالظبط، زي ما بقول لكم بالظبط، لو لقيوا حد يلمهم ويربيهم ما كانوش عملوا كده. يا اخي اهلا وسهلا بالفايز، وهرد لك للمهزوم، وهي دي الكوره في العالم كله. الناس بتاخد بعض بالاحضان. اتفرج على مباريات اوروبا، اتفرج على الدوريات العالميه، اقسم بعز جلال الله ان من اساء العقوبه، من امن العقوبه اساء الادب، وان الانسان اللي ما كانش يتربى، سيبك من شله المتعصبين والاعلاميين اللي خايفين يتكلموا، لكن شويه الماجورين اللي على السوشيال ميديا وشوية المدفوعين اللي بيشتموا هنا أو هناك، كلمة الحق هيجيلها يوم والناس تقول لك الراجل ده قال كذا وكذا 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 وكذا، وكان كلمة حق إن كنت أنا أو غيري، والساكت عن الحق شيطان أخرس.